إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده وأحذركم وأحذر نفسي عن مخالفة أوامره وعصيانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم معاشر الأحبة لقاءنا اليوم في هذا اليوم المبارك الذي هو سيد أيام الأسبوع مع هذا المكان المبارك الطيب العطر الذي هو أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى نسلط الضوء بإيجاز واختصار على خلق ضميم ومرض فتاك ألا وهو الحسد فالحسد أيها الإخوة الكرام يعني أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله سبحانه وتعالى عن أحد مخلوقاته فالحسد مع خضورته وذمه أنه إلا أنه منتشر بين أبناء الأمم قديما وحديثا وخاصة بين الأمة الإسلامية رجالا ونساء شيوخا وشبابا حكاما ومحكومين تجارا وجارا حتى انتشر وشاع وكثر بين الخاصة من العلماء وطلاب العلم فالحسد أيها الإخوة الكرام هو شيء محرم مذموم حذرت ونهت عنه شريعتنا عن أمة الإسلامية وقد ثبت عن حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لا تحاسدوا لا تحاسدوا فهذا نهي وتحذير أيما تحذير عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته أو فيما بيننا فالحسد أيها الإخوة الكرام داء قديم وأول من ظهر منه هو إبليس عليه لعنة الله حين أبى أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام لماذا أبى الإبليس أن يسجد وأن يتمثل بأمر الله سبحانه وتعالى حين أمره ربه سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم حسدا لما أعطاه الله سبحانه وتعالى لآدم من الفضائل خلقه الله سبحانه وتعالى بيده وعلمه أسماء كل شيء وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في وأسكنه جنة وأسجد له ملائكته لأجل هذه الفضائل المتنوعة المتراكبة أبى الإبليس أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام فسجد الملائكة كلهم أجمعون لما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يسجدوا لآدم إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين حسدا من عند نفسه وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال
دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحالقة لا أقول أنها تحلق الشعر بل تحلق الدين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالحسد أيها الإخوة الكرام هو سبب أول معصية وحدثت في هذا الكون التي وقعت بين أبني آدم عليهم السلام. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن قصتهما: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآيات. فالحسد أيها الإخوة الكرام هو صفة من صفات اليهود. فاليهود عليهم لعنة الله كانوا يعرفون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، لكنهم حينما بعث الله سبحانه وتعالى نبيه أنكروا وجحدوا رسالته وجحدوا الإيمان به. لماذا؟ حسد من عند أنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأخيرا أيها الإخوة الكرام استعيذوا بالله سبحانه وتعالى من الحسد، وظهروا هذا الخلق الذميم من أخلاقكم ومن قلوبكم، واسألوا وتذكروا ما أنعم الله عليكم سبحانه وتعالى من النعم التي لا تحصى ولا تعد، واسألوا الله سبحانه وتعالى من فضله، وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى حين قال: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مركا كوباد ولا ليال نفتي إيتينا وحوضر دار مايا عبسد إلهي سبحانه وتعالى وحانا أقدقا يا إن إلهي سبحانه وتعالى أوامرتي سأن خلافنا إنتا كدب كلن كينا كوابا وحان كسو قادني كساب صليت كلمة دينا حسد كوح الله يقان معروف والله يقان معني سنو إياهي إن قفك أجع ليستو نعمة إلهي قفك ولالك أسي إن لغا قادو أما سكها كسو وريكتو أما لبضوا وها مركها كم مرنا ذينه نعم هذاس حسد كسوة عذر أيد أليته وأيد أيد أقاب درن أو مرحو أن الدبض اللي جلاه وقدرك إلهي قضاء جس حتى إلا جهر يماضه قفك جارسين كره حسد كاس هذا بقى النوع ومضى نحدا ذكوفا في مرهري مردم بابا رجع دمر أضيء دلين يرى دمان وقوة فافي إلى عمرك دمك جلاي ذاتك ومضى كسر عناي إلا ربينا يومضو أي كود ضيطو إنده إذا هاي سيدا علمضو إذا كا علمك شرعي قبرتو حسد كنوع حون كيسو شرع هذا النجا واي حرام ياشي وين كدكتي نبي صلى الله عليه وسلم سي عطب وحويري لا تحاسدوا حسدنا ومتكين هذا جعلان متك كلاين نعمضة وهايستو سيكا سبهات ونعمضات لما سوى كوبي كرو إني أي معناه فريسة كبحضو ولا قاضو يا نجعل لي سني سيدا وكلاتهم عذر عصب ماها إيه هرب أسو جري لكن هو عذر إنكار قبا أو اللي جاب بكسون لا يهاي بلايا قبا ومضى دبا صعبا نيكي غوري باللابي أو لسو استاجي أو موجستي أو ومضى هرتي ذاك الشيء وحوها إبليس عليه لعنة الله أيوة هاي مركي إلهي وأمري سبحانه وتعالى إن أسجوده آدم ملائكتي وكميدة هاي الفري إني سجودا نسق وأوديدي وحيلا وكون دعوذين وحيهد إنه كقيمة بدنية وحكو حمبارين وحوا هاي إنه حاسد ما أياكو حمبار ونعم كان فرها بدن إلهي سي إن إلهي قعنتي سو كو أبوري سبحانه وتعالى إيه مخلوقات كلو كجدوني هاي إن وحوا الب مجايدة الله بري إن ملائكتي الأمر لسي إني سجودو إن جنة اللجي نعمون كان فرها بدن إلهي سي مركو أركي حاسد ما درتين بوحق سوستاجي وهذا هو السبب الأول من ضر رحمة الله سبحانه وتعالى سبب كوباد إيه كان حديث سأل إن لقف جويه أيوة هاي بارنكاس
هذا حسن هذا النوع عسى ولا ليال وأدقن أياد أوليته نبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه في إسناد مقال وحق شيء إنه حتى حسنات إيدتك وكعونها أو وحي وناقة صوشة قيسة طردن أي دعيس إنه كاباب إيو ولهذا مركب حان لأنها وإن أردت النوع عسى لقد دكتون هذا حسن هذا ومدى أركيسان إيه مركب دم آثارت إيو حيالها كرد شيء نقونا يان إيو حيالها كنسان إيس إن ليس لايو إن ليس دلو أبهن آدم labadii cunugu dhalay sababti isu direen xaasidnimay ahayd nabi yusuf alayhi salaam walaalidii sababti ay macnaha godku ugu tuureen oo dhibka waanta u mariyeen xaasidnimay ah yahuud nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayuu garanayo oo sugaayo oo waliba markay dad is qabtaan waxay dhigi jireen nabi baa iman doono wuuna garab isaagi doona markaas ay idinkoo dhan cagtiin marin doonaa dhigi jireen markuu soo baxayna xaasidnimada darteed إن نعمة إلهي سبحانه وتعالى قورد أي قور إلهي هندرتد بيديدين وبناك يستاقي مركز سيدة درادت وإن حاسد نمضى اللي اسكي إلى اليوم وإنتي تبرت هذا ولالك وحو إلهي سبحانه وتعالى إن هذا كفر أحضه سكة صباح النقضين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتنبي قوله صلى الله عليه وسلم وحكى لو حسابتك درستا وحو إلهي كوتر قلهم بعدك سوق قارايو أي قفك وحو إلهي سبحانه وتعالى كما هو يستاجي كرت هذه أم بعد الدنيا آخرة إبرك معنا كو خسارة وحكى الله لنا الرواينا حسوسنا نعيونك أنتو أنجى النسي إلهي سبحانه وتعالى بابا نوفلا إن كان تدك لكم مشغول نبا ناقة ما بنانو أي واحد أقعد لكن قف كذلك حس دايو أنت يا سجل لسيبو أركواي إن كلا ضد إليهن أي أمرك كم مشغول سيهاي وحور نقد مرك قف عن إيمان لهن وحور نقد قف محل إلى أن قناع لهن وإلهي سيان كو قناع سنين أيون نقضي إلهي نوحي لي قرآنك سبحانه وتعالى وأسأل الله من فضله إلهي فضل يس إدق ديس ويبلارنت هاي ويدستو وحق ذاتك لها كو مشغولين إلهي سبحانه وتعالى وحان ويدينينا وحان ويدسانينا إن معناها نوافجغي وحو جعل يهي وحو نعيبا إن إلهي نقل لي سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعن وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة